بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2015 بيبر 2 فاريانت 1. والسؤال السادس ايه يا جماعه؟ السؤال هنا يا جماعه سؤال بريشر وعن المانومتر بالاخص، من الاسئله النادره يا جماعه. الراجل بيقول لي ستيت ذا سكيل ريدنج فور ذا ليفت هاند كولوم، اللي هو ده يا جماعه اللي على ايدك الشمال. اللي ده يا حبيبي بكل بساطه 380. طب الرايت هاند؟ الرايت هاند والله هنجيبها من هنا اهو، دي هتطلع 220. تمام. طيب بيقول لي ايه؟ Atmospheric pressure is equal to 760 millimeters of mercury. Calculate the pressure of the air inside the flask. حبايبي انت لازم تكون عارف حاجه، البريشر بتاع الاير اللي جوه الفلاسك ده اللي هو واصل لحد هنا ايكوال مين؟ ايكوال فرق الهايت ده اللي هو ده. تمام اهو، ما هو البريشر بتاع الاير واصل لحد الحته دي، فمين هو الحته دي؟ هي ليفل مع الحته دي اهو، البريشر بتاع الاير وصل للحته دي، وبريشر الحته دي هو بريشر نفس الايه الحته دي. فبنقول ايه يا جماعه؟ ان البريشر بتاع الاير اللي هو وصل لحد هنا ده ايكوالز البريشر ديو تو فرق الهايت ده بلس هنضيف عليه الاتموسفيريك بريشر اللي هو في السؤال اللي هو 760. فرق الهايت من هنا لهنا يا جماعه هو 160 مليمتر، اللي هي 380 ماينس 220. نضيف عليهم ال 760، لو ضفنا ده على ده يطلع لي البريشر يا جماعه في ال- 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 الانبوبه دي او الفلاسك اللي بهذا الشكل. يبقى انت هنا اصلا لازم تكون عارف ازاي بتقيس البريشر بالمانومتر. تمام، لما بيكون الوضع بالشكل ده ومن الواضح يا جماعه ان 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 ال- ان الاير هنا عمل بوش للميركري، الاير ده واضح انه عمل بوش للميركري كده يا جماعه. تمام. طيب فبنجيبها ازاي يا جماعه؟ فرق الهايت بلس الاتموسفيريك بريشر. ما هو فوق الميركري ده في ايه؟ في اتموسفيريك بريشر. فنقولها كالاتي: بريشر ديو تو ميركري هايت ديفرنس ب 160 ملم، الاتموسفيريك بريشر حضرتك لسه قايل 760، يبقى البريشر اوف اير انسايد ذا فلاسك هتكون 760 بلس 160 يطلع 920 ملم اوف ميركري. دي اجابه هذا السؤال، سؤال جميل جدا بيعلمنا ازاي نقيس بالمانومتر، وهي من الاسئله النادره بالمناسبه.